السلوكات الشاذة ديال السي توفيق بوعشرين المتمثلة في إهانة القضاء وإهانة المحاكمة برمتها، وذلك برفضه بالحضور للجلسة اليوم، بحيث هو حضر في المحكمة وطلب منه، طلب السيد رئيس الجلسة نادى عليه ما بغاش يطلع، صيفطوا الإنذار الأول مع الشرطي باش يحضر طبقا لمقتضيات دائما المادة 423، ورفض. والمحكمة الآن يعني من بعد نقاش طويل بين دفاع المطالبات بالحق المدني وكذلك النيابة العامة باش يتم الإحضار ديالو طبقا لمقتضيات الفصل بالقوة، وتعطى الأمر الآن بإحضاره من القبو ديال المحكمة ويطلع بواسطة القوة العامة، وماشي باش يرغموا عليه عاود ثاني ملي غادي يستعملوا إحضاره بالقوة، أنه كان بزو عليه، تتبز عليه المحكمة شي حاجة أو كذا. هذا من خلالكم تنبلغوا الرأي العام، تمسك ديال دفاع المطالبات بالحق المدني ماشي فقط غير باش يسمع أطوار المحاكمة والمطالب وعرض الوقائع اللي هو ما باغيش يسمعها، بل كذلك الحس القانوني اللي حاضر عندنا باش ما يتعطاش فرصة مرة أخرى له أو لغيره. لأننا سمعنا بالأمس هنالك من حل محل الدفاع ديالو وبدي يحلل في الخبرات ويحلل في القرارات القضائية، هذا حسنا الحقوقي الذي نؤمن به في إطار دولة وحق القانون. هذا السيد عنده تاهو الحقوق ديالو، خصو يحضر باش ما تعطاش فرصة عاوتاني للدفاع ديالو أو غيره يخرج يقول بأنه تحرم من المحاكمة العادلة وما تعطاش الحق في الكلام أو شيء من هذا القبيل، ويطلع هو شخصيا أمام المحكمة ويعبر على شنو أسباب الرفض اللي كينص عليها القانون. أنا بغيت نقول هذا الكلام هذا باش نبين بأنه هذا الإلحاح ديال مطالبات بالحق المدني ولا السيد الوكيل العام ماشي فيه نوع من ماشي باش كما كيبغيو يقراوه البعض نوع من الاستقواء أو نوع من، احنا بالعكس نبغينا نطبق القانون، والقانون فيه واحد العمق اللي حقوقي في حق ديالو، وباش ما يتمرش التعتيم بحال اللي سمعنا البارح بحال اللي سمعنا منذ بداية هذه المحاكمة التي أريد لها التمطيط والتطويل.